مساكم الله بالخير ولقاء جديد مع برنامجكم الراي عشر العشر لقاءنا اليوم مع معالي وزير الصحة الدكتور باسل الصباح هذا الرجل اللي بذل الكثير من الجهود والكثير من الطاقات والكثير من الحركة والكثير من البحث والمتابعة خلال الأسابيع الماضية أه لتامين الكويت ولتامين اهل الكويت ولتامين المقيمين في هذا البلد من جائحه اربكت الكثير من دول العالم المتقدم اربكت الكثير من دول العالم الاول ولكنها ولله الحمد لم تربكنا كثيرا اثرت نعم أه ضرت في جوانب اقتصاديه نعم ولكن ولله الحمد الى الان الامور تحت السيطره نحن الان مقدمون على مرحله رحلات الاجلاء الكبير التي بدات بامر من حضره صاحب السمو امير البلاد بضروره عوده ابناء الكويت الى وطنهم قبل بدء شهر رمضان المبارك هذه المرحله فيها الكثير من المخاوف فيها الكثير من القلق فيها الكثير من التساؤلات اليوم بوجود اخونا الغالي الدكتور باسل الصباح ان شاء الله نجد اجابات على كل شيء مساك الله بالخير دكتور مساك الله بالنور بشرنا مساك عنك. خير ابد الحمد امورك زينه الحمد لله الحمد لله ساعات اكلمك بالتليفون القاك مرهق وايد بس اليوم لا ما شاء الله اكيد يعني يعني ضغط العمل في هذه المرحله يعني شديد ولكن الحمد لله يعني احنا قادرين وبقيادات وزاره الصحه كامله الصراحه الشباب اخواني واخواتي ما قصروا الكل من يعمل والكل من يخجل من زميله لما يشوف مقدار العمل اللي قدمه ما شاء فيعني الحمد لله الروح يعني والمعنويات عاليه زين دكتور يقولون كل انسان له من اسمه نصيب وانت يعني مع ان ملامحك وديعه وهاديه لكن اسم على مسمى الباسل المقاتل عاده او الشجاع المقدام كان عندك قرارات جريئه كثيره وهي قرارات استباقيه راح نحكي عنها لكن انا اللي يهمني الان في لقب اخر لقب عزيز اسبغ به عليك صاحب السمو الامير حفظه الله لما سماك الدكتور الدكتاتور فانت الدكتور الباسل والدكتاتور شنو شعورك بعد ما تلقيت هذه الصفه وشنو مدلولاتها؟ نعم بالحقيقة لما يعني قام سيدي حضرة صاحب السمو بإطلاق هذا المسمى علي أكيد يعني هذا المسمى عزيز علي وأكيد أنه راح يكون وراح يظل دائما تاج على راسي ووسام على صدري وأيضا صاحب السمو الله يحفظه يعني اندل هذا اللقب يدل على درايته الكاملة في التعامل مع مثل هذه الظروف ومثل هذه الأوبئة وبالتالي اللقب يعني اللي أطلق صاحب السمو يدل دلالة واضحة بأن الله يحفظ سموه هو الداعم الأول لكل إنسان مجتهد ولكل من يقدم خدمة يعني للوطن وللمواطنين وايضا آه هذا اللقب لا مدلول اخر يعني استشعار سموه حفظ الله آه بشعور الناس وباحساسهم وبقلقهم وبالاجراءات الشديده اللي قاعد تتخذ مع هذه الجائحه الكوفيد 19 اكيد هذه جت لطمأنة الناس بان هذه اجراءات وهذا حدث استثنائي وان شاء الله بتعاوننا وبصبركم راح نجتاز هذه المرحله ان شاء الله واحنا نتحدث عن صاحب السمو امس كلنا شفنا طويل العمر وهو طلع بالتلفزيون ووجه رساله ابويه كعاده سموه الى ابنائه ومع هذه الرساله الابويه كان في رساله نصح وتوجيه الى ابناء القادمين الان بدات اكبر رحله اجلاء وانا اعرف شخصيا انت كثر كنت يعني متابع وقلق لضمان سلامه الاجراءات المتخذه مع دخول هذه الافواج. شنو رسالتك الى العائدين وشنو هي رسالتك الى ذويهم ومعارفهم واصدقائهم. طبعا يعني في البدايه انا سعيد كوني مواطن واكيد هذول اخواننا وابنائنا العائدين من الخارج ولم الشمل مع أحبابهم في الكويت الرسالة اللي أوجهها للجميع على قدر ما أنا عندي ثقة بأنهم قد المسؤولية وسوف يتعاونون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية يعني التتبع أو اتباع الإرشادات الصحية أقول لهم حياكم الله أخواننا وأحبابنا وأيضا أهاليهم الكرام وأطلب منكم يعني اليوم عندكم مسؤوليه تاريخيه ودور مهم بان نحط ايدنا بيد بعض وتتبعون الارشادات الصحيه سواء كانت بالحجر المنزلي او الحجر المؤسسي ان شاء الله نخلص من هذه الجائحه بافضل يعني نتائج. زين سئلت دكتور عن مدى الزاميه الحجر المنزلي يعني في في اهالي تلقيت اتصالات منهم مثلا قالوا لي انا عندي ولدين او عندي ثلاثه كانوا يدرسون كلهم برا ما عندي قدره ارتب لهم اجراءات حجر منزلي في البيت واضمن سلامتهم او بعضهم يقول احنا عندنا مرضى في البيت عندنا كبار عمر فهل الحجر المنزلي الزامي ولا في مجال ان القادم يطلب حجره مؤسسيا؟ نعم طبعا الحجر المنزلي هو إلزامي على الجميع القادمين ولكن بعض الفئات تم استثناءها للحجر المؤسسي أحد هذه الفئات اللي ما تفضلت فيه أخوي أبو خالد هو الإنسان اللي لا يوجد عنده مكان مناسب لعمل إجراءات الحجر المنزلي خلال الأسبوعين أو إذا كان مثل ما تفضلت هناك يعني عوائق لوجوده في المنزل وجود مرضى او كبار سن معاه فاحنا نوفر لهم الحجر المؤسسي عند نزولهم من الطائره ويعني تعبئه بياناتهم عن طريق الحاسوب الالي يتم وضع الاختيار اللي هو الاختيار بالحجر المؤسسي أو الحجر المنزلي طبعا بعض الفئات مستثناء من الحجر المنزلي بد ذهابها إلى الحجر المؤسسي يكون إجباري, إجباري. هذا نعم. اللي تبدو عليه أعراض مرض أو نعم. تلاحظون عليه نعم إنزين دكتور آخر اتصال أمس أنا يعني العادة يعني أكلمك أستشعر قلقك لكن أمس بعد ما كلمتك شعرت بالقلق عليك حسيتك <سؤال> يعني إن راسك يطحن الوضع خطر لهالدرجه الدرجة مع قدوم أربعين أو أكثر أربعين ألف أو أكثر طالما انت اشرت ابو خالد الى هذه المكالمه فلابد ان يعني اقول لك ليش وش حق كنت قلق انا كنت قلق على القادمين من الخارج وعلى اجراءات تتم في مطار الكويت وايضا على الطواقم الطبيه اللي يعني ارفع لهم القبعه ويعني ما او فيهم حقهم كلنا نرفع لهم وما او فيهم حقهم من ما يقومون فيه من اجراءات الشباب قاعدين من 6 الصبح لساعه 2 الفجر في المطار فتاخر بعض الرحلات يقلقني ويقلقني على التعب اللي راح يؤدي على طاقم الطبيه فكان هذا الموضوع اللي قلقني في لان نفسه. اذا تاخرت امس رقم كبير ايه 28 نعم. رحله يمكن نعم. شيء ايه والتاخيرات ممكن تنعكس على اليوم الثاني اكيد اكيد والاعداد محدوده انزين في جانب اخر احنا قلنا القادمين اللي هيروحون حجر منزلي اكو ابلكيشن لازم ينزلونه او تطبيق على الهاتف الذكي واكو سوار الكتروني هم ودنا ناخذ فكره منك عنها دكتور طبعا عند ما يعني صار في توجيه من سيدي حضرة صاحب لقدوم المواطنين وعودتهم الى البلاد، كان لابد من الإعداد لاستقبال المواطنين العائدين، وايضا لضمان ضمان سلامتهم وسلامة المجتمع، فتم يعني العمل منذ اسابيع على نظام ابلكيشن خاص سميناه شلونك. طبعا هو نظام يعني تم المشاركه فيه من عده جهات وانا في هذه المناسبه اوجه بشكر لكل من عمل بهذا النظام وايضا الاسواره الالكترونيه التي تكون يعني متكامله مع هذا البرنامج لمعرفه حاله المريض وايضا مدى التزامه بالحجر المنزلي اللي هو كمواطن حدد المكان بتعبئه البيانات بان هذا هو راح يكون مكان الحجر المنزلي آه. الابلكيشن طبعا هو مو بس لتحديد الموقع ولكن ايضا للتواصل مع القادمين من السفر هناك عياده افتراضيه م. يتم سؤال المريض بعض الاسئله ويتم الاجابه عليها ايضا يتم سؤال المريض عن وجود اي اعراض بشكل يومي ومن خلالها يتم يعني اتخاذ الاجراء من غرفه التحكم اللي فيها اكثر من 75 طبيب على مدار الساعه مدربين ويتابعون القادمين عن طريق البرنامج 75 طبيب نعم مدرب. باضافه الى الجهات الاخرى منها الداخليه وجهات الاخرى الداعمه في هذا الوقت. طبعا احنا ما نعتمد على الأبليكيشن فقط هناك يعني زيارات مبرمجه مجدوله عفوا وايضا زيارات فجائيه للتاكد من مدى تطبيق الحجر المنزلي على المواطن. زين تقدرون تغطون هذه الالاف يعني زيارات مجدوله وزيارات فجائيه يعني أول لما كانوا المحجورين منزليا بالمئات ألف ألفين ثلاثة يمكن بس الحين حكي يعني عن عشرة وعشرين وثلاثين ربما أربعين ألف أي نعم صحيح هم ما يقارب الأربعين ألف أكيد هو أعداد كبيرة وأيضا الأطباء والفنيين والتمريض وأيضا ما راح أنسى الطواقم الطوارئ الطبية م. في العمل الجبار اللي يقومون فيه بمتابعه المرضى في المنازل قبل ازمه كورونا يمكن الصحه العامه كقطاع في وزاره الصحه لم يبرز دوره بهذا الشكل اللي نشوفه اليوم اليوم يشتغلون بشكل يعني مثل الساعه 24 ساعه بشكل يعني اللي اقدر اقول انه يخجلني انا انا كوزير انا اخجل من عملهم وعملهم اقصد من عملهم بقدر حجم عملهم وليس بقلته ولكن بحجمه يعني نسبة وتناسب العدد تناسب للاداء يعملون ليل نهار 24 ساعه آه لمتابعة آه المرضى أيضا لعمل الفحوصات العشوائية اللي يقومون فيها في مناطق الجليب م. والمهبولة ومناطق نيدلقار ومناطق عديدة أخرى ويقومون بعمل المسحات والفحوصات آه بشكل مستمر اليوم كم العمل اللي موجود في وزارة الصحة آه عمل أنا وزير قبل الأزمة بسنتين لم أرى م. هذا الحماس ولا هذا الدافع الوطني في عمل هذه يعني الـ الـ الأطباء والجهات الفنية بهذا الشكل صراحة يعني أنا فخور فيهم وفخور بإني أنا أكون يعني وزيرهم وإن شاء الله يعني أطلب من الله يا رب يعني إن يكلل جهودهم وتعبهم ما يروح يعني هباء وإن يكون في مصلحة الوطن والمواطنين بإذن الله إن شاء الله وأنا يعني فخور فيك وفخور فيهم وفخور في حتى تجاوب الناس المواطنين والمقيمين يعني كلهم حاسين بالضغط اللي عليكم وبالتعب اللي تعبونه وما حد يبي يخيب جهودكم ولا يفشلها ان شاء الله نطلع فاصل صغير ونرجع عقب الفاصل عوده جديده مع الباسل الدكتاتور وخلك شوف شيء ترى قاعد يمارس دكتاتوريته علي في منع بعض الاسئله ولكنها دكتاتوريه مستحبه دكتور بما ان احنا مع عوده ابنائنا من الخارج ليش قررتوا الان انا أعرف ان توجيه من صاحب السمو كذي بس القرار الان بعودتهم هل هو مرتبط بسقوط الكثير من القيم الانسانيه والطبيه وعدم التزام هذه الدول بقسم ابو قراط مثلا يعني وحقوق الانسان في التطبب وما الى ذلك نعم مخاد انا راح اقول لك شيء ونقيس عليه ما صار في الكويت زي. وانت تقيس عليه جميل طبعا يعني القياده السياسيه ممثله بسيدي حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء كانت التوصيه واضحه ان الانسان وصحه الانسان هي الاولويه الاولى جميل والحفاظ عليها هو المحور الاساسي فبالتالي كل وتذلل بعدها كل الأمور اللي قد تكون سياسية واقتصادية أو اجتماعية ولكن هذه الإجراءات التي تم يعني اتخاذها إجراءات يعني نحمد الله على هذه القيادة المباركة لرجحت رجحت كفة المواطن على كفة المصالح الأخرى وعليك القياس أبو خالد وتكتفي بهذا القدر بس ها؟ نعم ما كان في يعني تخوف ان ابنائنا في الخارج اذا احتاجوا التطبب ما يلقونه في بعض الدول. الدول انكفأت على ذاتها وبدت كل واحد يلا نفسي. أي نعم هل كان في خطر حقيقي من هذا النوع؟ طبعا يعني نتابع كحكومه دولة الكويت ما يعني يحصل في العالم وتغيرات السريعه اللي قاعد تحصل مع التطورات في جائحه كورونا. طبعا حقيقه كان في يعني بعض يعني سقوط بعض الانظمه الصحيه بشكل خلينا نقول يعني بسيط وتم طلب من بعض المرضى الخروج من المستشفيات وتم طلب من بعض أيضاً المسافرين الخروج من الفنادق ويعني هذا ما ادى الى تطورات سريعه يعني لا سمح الله ومع يعني استمرار هذه الجائحه في التزايد في الاعداد قد يكون هناك ايضا تسكير كامل في المطارات ويكون من الصعب يعني عوده المواطنين فيعني حرص سيدي حضر صاحب السمو على يعني توجيه باجلائهم وعوده المواطنين باسرع وقت ممكن زين دكتور احنا في اي مرحله حاليا من الجائحه؟ يعني اذكر كنت تحكي عن الموجه الاولى واللي هي يفترض احنا الحين في الموجه الكبرى في الكويت. هل نحن الان في الموجه الكبرى للجائحه؟ نعم. طبعا احنا حقيقه اليوم احنا في البيك او العلو مالنا في جائحه كورونا بالكويت ولكن كنا متوقعين ان على نص مايو راح يتم يعني السيطره على هذه البيك ولكن الان مع عوده ما يقارب ألف من احبابنا وابناء الوطن الى البلاد قد يكون هناك يعني موجه ثانيه تظهر بعد اربع الى ست اسابيع أه. وتبدا بالصعود ولكن انا على ثقه تامه تامه واكررها ابو خالد انا عندي ثقه بالمواطنين وعندي ثقه بان المواطن سوف يتبع كل الاجراءات حرصا على نفسه وحرصا على اللي حواليه يعني هو اول من راح يؤذي راح يؤذي من حواليه في المنزل واحبابه واصدقائه فهم يعني المتضررين الاوائل فانا متاكد بان الوعي زاد ووعي المواطنين واهلهم زاد وان راح يتم يعني اتباع جميع الارشادات الصحيه وايضا نحن من طرف اخر كوزاره الصحه وكجزء من الحكومه سوف يعني تاكد بان المواطنين عائدين متبعين جميع الاجراءات الصحيه بالعزل المنزلي كان او في المؤسسي زين هو ممكن يقعد ببيتهم بس تزوره خالاته وعماته وعيال عمه ويحط دوانية بالسرداب و... هذه شلون ممكن نضبطها بالوعي بس مو كل الناس عندها وعي صحيح طبعا كلامك صحيح أبو خالد هذه كانت أحد المعضلات في التفكير بالحجر المنزلي قد يكون المحجور ملتزم بجلوسه بالمنزل ولكن قد يكون هناك زائرين من خارج م. المنزل طبعا صدرت لائحة بترتيب الحجر المنزلي ومنها منع الزيارات من الخارج وهناك ملصق يوضع على المنازل اللي عليها حجر منزلي يمنع منعا باتا دخول اي شخص غير قاطن هذا المنزل وطبعا هذا يعاقب عليه القانون وهناك رقم 151 واحد لاي يعني من الجيران او من الناس اللي المجاورين للمنزل ممكن يقومون بالابلاغ عن مخالفه لا سمح الله، ولكن ارد اقول بو خالد انا متاكد اليوم وضعنا غير انا اليوم هذا يذكرني بالغزو يذكرني بالغزو يذكرني بلحمه الكويتيين يذكرني بتفاعل الكويتيين وتعاضدهم وانا اعتقد واكاد يعني عندي يقين بان الكويتيين العائدين واهاليهم ما راح يفرطون باهل الكويت ولا بالوطن. ان شاء الله نتفق معك على ذلك. طاقتنا الاستيعابيه نقدر نتحمل وجود كم مصاب بكورونا. سويته يعني جهزتوا مستشفياتنا، جهزتوا آه مواقع ميدانيه كمستشفيات. لاي عدد ممكن نتحمل؟ okay. طبعا ايضا احنا الطاقات الاستيعابيه هذه احترازيه قاعد نزيدها اليوم عندنا محاجر في الشمال وايضا محاجر في الجنوب وايضا عندنا مستشفى ميداني عن طريق وزاره الدفاع تقوم بانشاءه ومستشفى ميداني في ارض المعارض موجود ويعني قريبا ان شاء الله يعني راح يفتتح خلال ايام اتوقع خلال خمسة او ستة ايام راح يكون جاهز في ارض المعارض وايضا هناك المستشفيات الحكوميه القائمه ومنها المستشفيات التخصصيه وليست المستشفيات العامه فهناك الكثير من الاسره وهناك جدوله ويعني خطه مكتوبه ولكن في البدايه احب اوضح لان يعني ابو خالد يمكن انت من قبل كان في لقطه شويه على موضوع ليش تجيبون المرضى اللي عندهم اعراض خفيفه وما تودونهم البيت وتحطونهم في المستشفى وليش ما تحطونهم في البيت؟ طبعا هذه اجراءات للحد من انتشار الفيروس، اي واحد مريض في الوقت الحالي طالما نقدر نستوعبه في اسرتنا نحطه لما يكون امن لخروجه آه. الى المجتمع إيه؟ اللي قاعد يصير في الدول الغربيه والمتقدمه ان الاعداد مهوله م. لا تستطيع المستشفيات تحملها فلجاوا الى الحجر المنزلي للعلاج حجر منزلي للعلاج للمصاب إن لم تكن هناك اعراض يعني آه. شديده يعني اخذ فقط اللي اللي هو يحتاج تنفس صناعي أو يحتاج أكسجين أما الباقية يجلسون يعني في البيت وأنت تشوفون الأرقام اليوم بالمئات الألوف الإصابات لا يوجد نظام صحي يستطيع استيعاب كل هذه الأعداد إحنا بالكويت ما زلنا نستطيع استيعاب هذه الأعداد وإذا دعت الحاجة هناك خطط لزيادة هذه الأماكن أو هذه المحاجر للأشخاص ذو الإصابات الطفيفة, الطفيفة لتقليل الاحتكاك مع المجتمع وبنهاية. في رقم دكتور نقدر نحكي عن رقم قدرة استيعابية. إحنا اليوم عدد الأسرة اللي موجودة اليوم في كل يعني مستشفى من المستشفيات الرئيسية بنينا حوالين الحوادث. خيم خاصة مكيفة ومجهزة بالأسرة وأيضا هناك المستشفى الميداني اللي عملناه في أرض المعارض يزيد استيعابة على رغم مو دقيق ولكن يزيد الاستعابة عن الألف بشكل كامل وأيضا مستشفيات الحكومة اللي تزيد عن ثمانية سرير فعندنا كثير من الأسرة اللي موجودة الخطة الأولى الموجودة هي استخدام مستشفى الشيخ جابر وتخصيصه للكورونا طاقة الاستيعابية ل 1130 ايه تقريبا اي فبالتالي فبالتالي يعني ما استغلنا بالكامل وهناك ايضا خطه لاستخدام مستشفى الجهراء الجديد لحالات الكورونا اذا اذا زادت هذه الحالات وهو مجهز ومعد ومجهز بجميع ما يحتاجه عند الحاجه لاستخدامه ستنتقل الخطه الى مستشفى الجهراء ومن ثم الفرق الداعمه اللي هي محدده وموجوده لعمليه فعندنا قدره حسب اللي سمعت نستوعب يعني فوق ال 10000 أكثر أكثر نعم. نحو 15000 نعم. ربما انزين العنايه المركزه اللي هي المعضله الكبرى نعم. هل عندنا رقم ممكن يعضدنا يسندنا اذا طبعًا تفاقم الوضع؟ طبعا يعني اسره العنايه المركزه تفوق عن الألف سرير عندنا في القطاع م. الحكومي انا يعني ما قاعد اتكلم عن القطاع الخاص انا قاعد اتكلم عن القطاع الحكومي فقط م. في ال سرير وايضا هناك تدعيم ما زلنا في عمليات تدعيم الاسره العنايه المركزه سبحان الله اذا دعت الحاجه وان شاء الله لا تكون هناك حاجه ولكن لابد من التحضير للمراحل لا سمح الله ان حدثت. مطمئنين الحمد لله الحمد لله عندنا ايمان برب العباد <applause> ان شاء الله انه ما راح يخيب املنا ان شاء الله و وانا عندي مثل ما قلت لك عندي ثقه بالطواقم الطبيه وعندي ثقه في المواطنين. اليوم احنا دولة صغيرة وكلنا متكاتفين مع بعض فانا ان شاء الله متفائل جدا بان راح نعدي ان شاء الله يعني بتكاتفنا مع بعض راح نعدي هذه الازمه بافضل نتايج ان شاء الله ان شاء الله طلعونا على الفاصل ونرجع عقب الفاصل ان شاء الله حياكم من جديد دكتور لاحظت تغير يعني مع تغير السلوك الاجتماعي اللي هو التقبيل والمصافحة وكثرة غسيل الإيد والنظافة المفرطة هل انعكس هذا بشكل أو بآخر صحيا؟ طبعا الاشتراطات الصحيه من غسيل اليد والتباعد الجسدي والامور اللي يعني نوصي بها في وزاره الصحه وايضا منظمات العالميه الصحيه في هذا الموضوع اكيد عملت شغل جيد اليوم لما نشوف الاصابات بالمواطنين نلاقيها ضئيله جدا يعني هذا بالكورونا بالكورونا بس انا عندي ملاحظه ثانيه اللي هي من زمان ما شفت احد منتشل ايه صح والله يعني صحيح. من زمان من زمان كلامك صحيح هل انعكاس صحيح بخاط كلامك وهذه ملاحظه موجوده عالميا اليوم موسم آه. الانفلونزا كان في موسم الكورونا أيه. من شهر واحد الى, صح. إلى الان صح. فهو موسم للانفلونزا ملاحظة عالميه بان الانفلونزا قلت بكثير في جميع انحاء العالم كون الناس جميعها قاعد تلتزم بالاشارات الصحيه من الغسيل اليد والتباعد الجسدي وتعقيم الاسطح فايضا الانفلونزا نزلت اعدادها بشكل كبير والحمد لله يعني هذا شيء يانا أه يعني, يعني بوقته على قولتهم لاني ملاحظ انا من زمان ما شفت احد بنتشر صحيح ويمكن بعد يمكن يخافون اي زين ضحك ضحك زين في فيلم رعب يومي، يعني احنا نسمع الدكتور عبد الله السند كل يوم الله يعطيه الصحه والعافيه اه وجزئيه التقصي الوبائي هذه فيلم الرعب اليومي اللي عندنا. اي اه شنو موضوع التقصي الوبائي وشنو مدلولاته؟ تمام طبعا دكتور عبد الله الله يعطيه الصحه والعافيه يعني عليه مجهود كبير يؤديه كل ليله عشان ثاني يوم يقوم بعمل المؤتمر الصحفي الترمينولوجي ولا المسميات هذه اللي قاعد تستخدم من تقصي وبائي ومخالط وان كان مخالط لمخالط اخر سببت يعني ربكه للناس في عدم فهم ما تعني هذه العبارات وما مدلولها طبعا التقصي الوبائي هو عند وجود اي حاله جديده اليوم ليتنا حاله جديده م. لابد يكون في هناك تقصي وبائي لمعرفه من فين اتت هذه الاصابه وهل هناك مخالطين لهذا المصاب ومن هو مصدر هذه الاصابه فعمليا المريض قاعد يتم اخضاعه لما يشبه التحقيق اه التحقيق بالكامل من آخر أيه. 14 يوم وين كنت وين رحت أيه. من خالات من أهلك من زرت من ويتم عمل طواقم الصحة العامة مثل ما لك من قبل بالذهاب إلى كل هذه السلسلة أيه. من المخالطين لهذه الحالة الجديدة لمعرفة المصدر مصدر الإصابة ووقف مصدر الإصابة وقاعدين توصلون دائما تبحثون عن شيء اسمه المريض رقم واحد نعم ايه قاعدين نوصل طبعا اكيد هناك مريض رقم واحد كثيرين لان مم. في ناس جايه من سفر احنا احنا كل الاصابات اللي جدنا في الـ في الـ يعني بدايه كورونا كانت مستورده اصابات مم. مستورده فدائما ترجع بيشنت 1 على قولتهم فعندنا سلسله كامله من الاصابات والتتبع لها من اول حاله والسلسله اللي ادت الى اصابات لها ولكن كل حاله جديده عند اعداد التقرير اليومي المتحدث الرسمي لا يستطيع ان يقول لك كل السلسله لهذا المريض يحتاج وقت <تصفيق> 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 آه لمعرفه إيه كل هذا التتبع نعم وهذا وتحقق مع اللي وراه واللي نعم وراه واللي وراه نعم ولكن الـ يعني الاخوان والخوات في الصحه العامه يقومون بعمل هذه الجداول بشكل منتظم لكل حاله وتتبعها ومن المخالطين لها وحصر هذه البوره دكتور نلاحظ احيانا التفشي يزيد مثلا في جنسيه معينه اكثر من جنسيه اخرى واحيانا الاثر مال المرض يختلف يعني هم من جنسيه لجنسيه في ناس كانوا يقولون مثلا تطعيمات الطفوله مهمه اللي تلقوا تطعيمات وضعهم احسن اللي ما تلقوا ممكن يصير تفشي بينهم هل هذا صحيح طبعا من المعروف ان الامراض او الاوبئه تنتشر اكثر بالناس اللي يعني عندها اقل ثقافه فبالتالي لا يتبعون الارشادات الصحيه بشكل يعني جدي <applause> وايضا التطعيمات اللي ظهرت في يعني الاعلام وجود تطعيمات وان تقلل من احتمال هذه كلها يعني نظريات واجتهادات وملاحظات يقوم فيها الطواقم الطبيه في بعض البلدان ويعملون يعني ريبورت او نشر لهذه الملاحظات التي قد تكون بدايه لوجود حلول أو علاجات لهذه الأمراض ولكن أحد هذه الملاحظات كانت تطعيم السل لاحظوا أن المطعمين بالسل عندهم إصابات أكثر من المطعمين بالسل يعني مثل ما إحنا في الكويت الكل مطعم من السل ولكن هذا لا يمنع وجود الإصابات هناك دليل عندنا بأن هناك كويتيين مطاعمين بالسل ومصابين وموجودين أيضا تفاوت حدة المرض. من شخص الى شخص لها عوامل كثيره عوامل معروفه اللي كل من يعرفها الامراض المزمنه م. اللي موجوده ايضا امراض الرئه الربو امراض او مرض السمنه ايضا يؤدي دور في عمليه وجود اعراض اشد واقوى على المريض من غيرهم هناك ايضا يعني ملاحظات ما بين ناس واخرين جينيه بشكل طبيعتهم معرضين اكثر ل يعني الحالات الاشد خطوره جينيه؟ جينيه بمعنى اقصد يعني لها علاقه بجنسيات جنسيات معينه يعني اكثر عرضه لجلطات القلب، اكثر عرضه لمشاكل اخرى عند يعني, يعني اصابتهم في هذا المرض. في سلالات بشريه مثلا يقول لك عندهم ضيق شرايين مثلا. نعم هذا معروف هل عندهم؟ هذا يكون هل عرضه اكثر؟ هذا معروف يعني عندنا احنا بالكويت كون عندنا كثير من الجنسيات تعمل في الكويت وعندنا ملاحظات ان بعض الاطباء يعني عندهم بعض الملاحظات ان بعض الجنسيات يعني ياتون بمشاكل مثلا القلب في سن صغير أي. مقارنه بجنسيات اخرى إنز... كورونا لها اثر على تجلد. طبعا تجلط طبعا ايضا بعض الدراسات اللي طلعت تبين ان الكورونا او التهاب فيروس كورونا يزيد من عمليات تجلطات في شعيرات صغيره م. بالجسم وبالتالي قد يكون هذا يؤدي الى اصابات جلطات لا سمح الله الشرايين على قد يدير يعني والله, العالم, <applause> <صحيح> والله <تصفيق> <فزاح> <تصفيق> العالم ما زال ما زال الموضوع تحت الدراسه <applause> ولم يثبت بشكل قاطع زين دكتور في كلام عن الفحوصات العشوائيه انا قريت ملاحظات مثلا عليكم ان ما عملتوا فحوصات عشوائيه كما يجب في دول يعني في في مناهج في مواجهه كورونا يعني من دوله لدوله تختلف او مدارس صارت هل شغالين فحوصات عشوائيه طبعا اه شغالين طبعا الفحوصات كثيره اللي تعمل هناك عيادات مثلا في عندك الجليب وعندك في المهبوله عيادات قاعده تعمل الفحوص لكل من موجود في هذه المناطق يعني يزيد اعدادهم في الجليب مثلا اكثر من 300 الف ساكن وايضا بالمهبوله حول 300 الف فهناك عيادات شغاله ميدانيه لعمل الفحوص بشكل مستمر وايضا هناك العمل بفحوص في مناطق اخرى متفرقه لتكثر فيها بعض الفئات اللي الان عليها يعني اصابات زين بالمواقع ذات الكثافه السكانيه العاليه هذه كوادركم موجوده هناك وكوادركم ايضا مع المستشفيات قاعده تواجه المرض وفي كوادر اخرى بالدوله هم معاكم في الخطوط الاماميه. امنتوهم بشكل جيد لمواجهه خطر العدوى. نعم. طبعا الكل يمشون باشتراطات من العدوى، ولابد من لبس الواقيات الضروريه بشكل يعني منتظم ويكون استخدامها بشكل يعني معقول وهذه مثل ما يعني بينت منظمه الصحه العالميه اللي هي الراشنال يوز <applause> حق البيرسونال بروتكشن لان الناس قامت تلبس يلبس ماسك يلبس ثلاثه يلبس اربعه <applause> بغير يعني اللبس بغير يكون بشكل منطقي ولكن كل الاحتياجات موجوده ومتوفره للي قاعدين بالخطوط الاماميه استهلاكنا اعطيك بس يعني نبذه صغيره استهلاكنا للكمامات كان استهلاكنا للكمامات 200 200000 ألف تقريبا بالشهر الان استهلاكي في الكمامات بوزاره الصحه 12 مليون بالشهر 60 ضعف الله يعني عشان بس يكون يعني هذه صوره يبين اما كان يكفيني لسنه قام احتياجي صار بشهر مم. فهناك الكثير والطائرات والتوريد بشكل يعني اسبوعي آه لهذه المواد لاعطائها للخطوط آه الاماميه المشكله يقول لك حتى بالعين ممكن تلقط نعم <تصفيق> <تصفيق> وطبعا بالفم بالعين آه بال يعني آه بالانف كلها كلها اجهزه مخاطيه وكلها تنقل آه العدوى الحين في بعد دراسه ما بقول لك بخاد في دراسه حتى الكلام آه ممكن ينقل عدوى يعني الكلام على مسافه قريبه <applause> اقل من متر ينقل العدوى حتى من دون عطاس طيب خالط دكتور انا لا أنا الحمد لله مفحوص وسليم الحمد لله المسافه زينه المسافه <applause> اكثر <applause> متر ونص يعني بالعكس بالعكس لو لا حياك الله الله يحفظك انزين يقولوا اللي يطلع فاصل نطلع فاصل صغير ونرجع للسيجمنت الاخير ان شاء الله <applause> دكتور باسل الصباح الناس تقدر كثيرا جهود كوادركم وطواقمكم وجهود الحكومة بالفترة الحالية حتى من الأشياء العجيبة أنا ثلاثين سنة إعلام أول مرة ألقى حكومة شعبيتها عالية لها الحد الحمد <applause> <الحد>. لله <applause> 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 قواكم الله الشباب اجتهدوا في تقرير صغير مسوينا ودنا نعرضه عليك وجهة النظر اللي يقدمها الناس فيكم خلنا نسمع ونشوف انا ما شفته شاكين لكم شاكين حق وزير الصحة وكل الجهات الحكومية اللي قامت صراحة بدور كبير في يعني يعني مكافحة هذا الفيروس. الله يعطيك العافية يعني مشكور على الجهود الجبارة اللي قاعد يسويها. الحمد لله رب العالمين اللي الله وفقنا في وزير في وقت مناسب يعني اذا قالوا الرجل مناسب في المكان المناسب ما شاء الله تبارك الرحمن الله وهبنا الوزير هذا الشيخ يجاه الله الف ان شاء الله ميزان اعماله واحنا قاعدين نشوف دول العالم ايش يصير فيها والحقيقه يعني شيء يثلج الصدر اذا يعني انا مريض وقاعد اطلع اروح اخذ اغراض البيت من الجمعيه ولا ارجع وهذا وانا مطمئن شوي ان عندي ظهر يسندنا والله يعطيه العافيه على شكره وجهوده اللي قدمه حق الدوله ما قصر والله قدم كل الاحتياجات حق الناس مساعدهم فيعطي الصحه والعافيه على الجهود الجباره اللي قاعد تصير وعلى كثر ما هو يتعب عشان راحه المواطن وعلى كثر ما الناس كلها متعاونه مع وزير الصحه والداخليه وكلهم الله يخلي باس الصباح لنا ويتمم الامن والامان على ديرتنا جزاهم الله خير شيء طيب ويشكرون عليه والحمد لله على كل حال شيء طيب بصراحه نفتخر فيك كويت ان وزاره الصحه تعمل الاشياء هذه والله وزير الصحه ما قصر هي صارت الخير الله يكثر من امثاله زين وزير التجاره وزير الصحه وزير الداخليه ورئيس الوزراء والله يبارك فيه وقوته الدكتور باسل الصباح وعسى الله يخلي الحكومه ان شاء الله حقنا حول حق الكويت كلها وردوا لاهالينا حقنا اجراءات الوزير الصحه ونشكره ونشكره شكرا كثيرا بصراحه اجراءاته 100% دكتور شفت اراء الناس فيك الكثير من هذه الاراء فيك وفي الطاقم الطبي طبعا ككل والحكومه بُنيت على نجاحاتكم في التوقع المبكر والاجراءات المبكره او استباق الاجراءات في الكثير من دول العالم حتى نقدر نقول صارت سمه كويتيه شنو السر؟ شلون قدرتوا تسبقون الكثير من دول العالم في إجراءات. أول شيء يعني خالد هذا توفيق من رب العباد بالنهاية يعني التوفيق من رب العباد ولكن من بداية ظهور أنا أذكر يعني شغلة صغيرة يمكن ما قلتها من قبل أي. أذكر كان عندنا دكتورة شغالة معنا في الإدارة مسؤولة عن مركز التواصل اللوائح. الصحية في أول بداية شهر واحد أول بداية السنة كانت حكومة جديدة وتوى بداية سنة أعطتني التقرير وقالت عن وجود ظهور وجود أه فيروس جديد ما نعلم شنو هو ولكن التهاب موجود في الصين في مدينة وهان م. من بعدها كانت هذه أول إشارة يعني وهذه تحيه لمكتب ايضا تطبيق اللوائح الدوليه وعلى النشاط اللي يقومون فيه الاخوان من متابعة كل صغيره وكبيره وبطلع عن موضوع كورونا وبقول لك حتى الادويه المزوره يتم الابلاغ عن هذا المكتب. يعني اي دواء مزور في اي عالم خبريه عن طريق كانه مكتب مباحث صحي قاعد في الوزاره يتابع جميع ما يحدث بالعالم وبارتباط مباشر مع منظمه الصحه العالميه. فاذكر هذا اليوم زين واستذكره كل يوم يعني كل يوم يمر على بالي وبعدها قمنا بعمل يعني اجتماع مع يعني القياديين اخواني واخواتي في وزاره الصحه اللي لهم الدور الكبير في هذه الازمه وتم التباحث على هذا الموضوع وتم يعني طلب من منظمه الصحه العالميه بالحضور للكويت هذا كله بشهر واحد وعمل دورات تدريبيه لاكثر من 15 جهه حكوميه لكيفيه التعامل مع الاوبئه هذا كله الحين ما دخلنا احنا في فبراير ما قالوا لك وي 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 ايش دعوه لا لا عبد الله الساعه لا يمكن يمكن يعني ال 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 الناس يعني اللي برا البسيطين يمكن يقول ايش دعوه موجود في مدينه ايش حق احنا نسوي طبعا احنا اول ما ثبت انه ينتقل من انسان لانسان كانت هذه علامه اه الخطر بالنسبه لنا وايضا اجراءات اتخذت الصين من عمل حظر شامل في مدينه ووهان. ايضا كان هذا يعطيك تقدير لحجم المشكله وخطورتها نعم. اللي حاصله هناك فتم عمل جميع الخطط واجتماعات مطوله مع اخواتي واخواني في وزاره الصحه وعمل كامل الخطه بالتعامل مع هذا الفيروس وكنا نامل أن هذا الفيروس لا يخرج من تلك المدينة ويعني يظل محصور وينحصر كثير من الفيروسات إذا تذكر أخوي أبو خالد السنة اللي طافت نيبة اللي كان في الهند مع الفواكه والخضار وفيروسات وإيبولا وتم حصرها في ذاك الوقت في ذاك الزمان ولم تنتشر إلى العالم ولكن هذا الوباء كان انتشاره غير وخيف. في الصين مم. فبالتالي قمنا باعداد العده وايضا بتجهيز كافه احتياجاتنا من المستودعات الطبيه اللي يعني تقينا وتعطينا مخزون استراتيجي لمده سنه قدام بشهر واحد كنا ثاني دوله في العالم نشتري المسحه اي احنا كنا ثاني دوله تشتري المسحات مم. الفحص لفيروس مم. كورونا وعمل مخزون عندنا في الدوله قبل يعني ليصير في ضغط وطلب يعني عالي عليه من بقيه الدول وهذا الواضح الحين الحين الفحص الطلب عليه يعني بشكل رهيب والتوريد ايضا يعني مو مو بالسهوله ولا بالاعتيادي اللي كان يحصل في قبل جائحه كورونا زين دكتور من ضمن التوقعات المبكرة أو الحديث المبكر اللي قلته موضوع بلازما الدم ودورها في التعافي ويمكن حتى في ناس اعتقدوا أنك استعجلت قلت كلام ما هو موثق الآن كأنه قاعد يأخذ منحة حقيقي الموضوع صح؟ نعم طبعا بلازما الدم من الأشخاص المتعافين غني بالمضادات الحيوية الطبيعية اللي فرزها الإنسان المصاب وتعافى م. لمقاومة المرض بشكل بسيط هذه المواد او هذه المضادات حيوية تؤخذ من بلازما المتعافي وتعطى للمريض اللي تظهر عليه اعراض شديده، انا يعني ما راح نعطي للمريض اللي لا يحمل اعراض أه. شديده ولكن للامراض هذه المضادات تظل في الدم مده طويله؟ لا. ف... لا لا الله يسلمك هذه فتره لمساعدته بالتغلب على المرض وبالتالي الانسان المصاب يبدا يطلع مضاداته الحاله الحاويه للقضاء على هذا المرض طبعا هذا اجراء طبي قديم ومعروف <تصفيق> <والله> <تصفيق> اللي هو إجسام المواد ويستخدم لعلاج كثير من الامراض الغير الكورونا يعني في في الطب ولكن استخدامه والاعداد بالمخزون من هذا البلازما كان شيء ضروري للاستعداد له مع تزايد هذه الحالات وطبعا بعدنا صرحت المملكه العربيه السعوديه وايضا الاف دي اي باستخدام البلازما للعلاج ممتاز اقتربنا من اعلان العلاج في العالم هذا سؤالك وخالد خالد <applause> اتمنى ان يطلع العلاج اليوم قبل باكر لان راح تنهي هذه الازمه العالميه احنا اليوم جزء صغير من هذا العالم الكبير اللي كله يعني يعاني من ويلات انتشار هذا المرض في كثير من الدول الاوروبيه والامريكيه ومتاكد انت والمشاهدين متابعين بشكل مستمر لهذه الاعداد طبعا انا باعتقادي بان العلاج او المصل باعتقادي الشخصي وليس اعتقاد م. يعني اعتقاد شخصي انه ما راح نشوف شيء قبل سبتمبر. م. ما تقوله منظمه الصحه العالميه وما يقوله الجانب الامريكي بأن راح يكون على بدايه السنه القادمه. نعم. الان هناك بعض الكلام على بعض العلاجات اللي اللي موجوده اصلا. ويتناقلها اشوفها ما شاء الله تيني في الواتساب وكثير عند كثير من الناس هذه كانت موجوده قبل ثلاثة اسابيع إيه وكان الحديث عنها بس ظهرت للاعلام وظهر دورها اكثر في خلال الايام السابقه اللي هو علاج الريميدي اللي يستخدم لعلاج الايبولا أه. والان بدا استخدامه والفحص يعني تجربته على فيروس كورونا كونهما يعني شبيهين بالفيروسين كلهم ار أه. فيروس أه. أه. ويتم تجربته على هذه المرضى وطلع بعض التقارير اللي تقول بان هناك تشافي الثلثين من المرضى او تسريع بشفاء الثلثين من المرضى اللي كانت عليهم اعراض شديده وبعضهم لم يحالفه الحظ وادى الى وفاه ولكن الثلثين تم علاجهم. اليوم منظمه الصحه العالميه تقود هذه الدراسات وتقود هذه الابحاث مع الشركه المنتجه لهذا العلاج في عده مراكز في العالم للتاكد من فعاليه هذا الدواء ونتمنى يعني من من الله ان يكون فيه العلاج الشافي وبالتالي يكون يعني السيطره على المرض اكبر وحتى ياتي العلاج مناعه القطيع هي النظريه اللي هيعتمدها العالم صح؟ طبعا إن لم يوجد علاج وإن لم يوجد تطعيم لا يوجد حل آخر إلا هي سياسة المناعة القطيع. القطيع ولكن تفرق مناعة القطيع بأن أنا أرفع إيدي وأقول للناس تنعدي كلها بوقت واحد وتصير الإصابات بمئات الألوف ويموت كثير من الناس ولكن هي تنظيم سياسه مناعه القطيع بعمل كثير من الاجراءات التخفيفيه اللي قمنا فيها وقامت فيها الحكومه بالسابق وما زالت اجراءات موجوده لتقليل هذه الاعداد لحد وصول الى نوع من المناعه المجتمعيه لهذا المرض طبعا ولكن ما زلنا نرجو بوجود يعني طلوع اي مصل او عقار ناجع لحل هذه المشكله وكثير من الشركات اليوم اكثر من 19 شركه تقوم بعمل البحوث والدراسات على ادويه وعقاقير وامصال لحل وصول لحل هذه المشكله وان شاء الله نتامل خير يعني العالم اليوم كله شغال على موضوع واحد وان شاء الله راح ان شاء الله نوصل الى حل احنا لما نقترب من الختام نيمع لك كم سؤال نبي اجابات سريعه عليها تكفى <applause> كونك الدكتور الدكتاتور القرارات الصحيه انعكست على اعمال معظم الوزراء في مجلس الوزراء. بصراحه سبب لك مشاكل مع زملائك الوزراء. تبي طيب الصراحه ابو خالد؟ اي أيوة والله. لا انا اليوم احس اني قريب جدا من كل وزير معي بالحكومه، اقرب من اي وقت مضى. يعني هذه الازمه خلتنا باتصال مباشر، احنا يمكن في السابق كنا نتصل بس في وقت الاجتماعات الاساسيه مجلس الوزراء او ان كان اخواني بعضهم في بعض اللجان الوزاريه ولكن اليوم بتواصل وقرب بشكل يومي. جميل. سمو رئيس الوزراء حادك تشتغل على راحتك ولا؟ سمو رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه، أه يعني ما عندي كلمة الحين اقدر اقول لك واوصف الوصف اللي انا اشعر فيه من الداخل ولكن سموه الله يحفظه باتصال مباشر ويومي ويعلم ساعة بساعه ما يحدث بهذا الشأن بشأن جائحة كورونا ويسخر جميع الطاقات وهو واكثر الناس الداعمين يعني لي في هذه الازمة وأستمد قوتي من قوتي أيضا بهذه الأزمة جميل جدا زين ورانا جائحتين جائحة ما نبي نحكي فيها السمنة عندنا وعندك خير وفي جائحة نفسية إيه؟ أنا ملاحظ وايد ربعي أطباء انفعالهم سريع ودمعتهم على طرف عينهم صارت هل محتاجين اعاده تاهيل نفسي بعد تجاوز الازمه شوف هو اي أزمة انت منهم ترى يعني ما استثنيك أي, <applause> اي اي ازمه واي خوف يبنى يبنى على جهل الانسان عدو ما يجهل فكل ما عرفت في المرض وعرفت اليته وعرفت حقائق معينه على المرض كل ما قل هذا الخوف النفسي الغير مبرر أكيد في أي عرض يمر فيه الإنسان اليوم جاء حال كل معرض لنفس الحدث بس عليكم أنتو ضغط نفسي أكيد مو الخوف بس أكيد أنتو يعني تجاه أسركم والناس ضغط العمل ليل نهار حتى وانت نايم مخك يطبخ صح بس صدقني الإحساس بأن الناس تبيك والناس اليوم تبي الطبيب وتبي الممرض وتبي ومحتاجتهم في يعني تصدي لهذا المرض اكيد هذا يعني اكبر مكافاه لاي شخص انا اشوف انا قاعد اقول بالواقع انا اللي اشوفهم قدامي متحمسين اكثر مني يعني حماسهم اكثر مني ب خدمه وطنهم والعمل على وطنهم ولكن اكيد في اثار جانبيه ستحدث يعني مع هذه الازمه والهان على عيالك اي شو ما ولا عيالي يعني اكيد فاقدهم اي والله فاقدهم مبتعد عنهم اي مبتعد تماما بالواتساب <applause> بالواتساب ولدي الكبير الله يحفظه آه ما شاء الله متابع يعني مع انه عمره 12 سنه ما اتوقع انه يعني يفهم في الامور او يعني مهتم فلما يتابع لي ويدز لي الاعداد في كل دوله بالواتساب واشوف يحط لي دوائر عليهم فخورين فيك؟ اكيد ان شاء الله اتمنى فخورين كل كل ابن فخور في أب... يعني ابوه وامه اكيد أه سواء وزير او غير وزير كل من ينظر الى يعني اهله بالمثاليه فاتوقع منهم اكيد يكونون كذلك ولكن أه يتحملون حالهم حال الكويتيين كلهم الناس اليوم احنا نمر في ازمه العالم كله يمر في ازمه فاصبح من الواجب على الكل يعني ان يتحمل تحمل. ويصبر عليها وان شاء الله يعني ما في ازمه في العالم مرت الا بعدها انفراجه ما يصير ازمه تظل طول ابد الابدين جواسيسي عليك لا الا قالوا لي لا والله بيني وبينك يعني يعني احبه وليسوا جواسيس عرفت منهم بالصدفه انك بكيت بكاء مريرا وانت تمنع صلاه المساجد انا اذكر هاليوم اذكر كان اليوم يمعة انت حاط تغريده وتحث الناس أنا. على نعم. الأمور وبعدين فجأة صار شيء مربك وقبل الصلاة بساعة أو شيء كذي نعم. طبعا أبو خالد أكيد هذا قرار مو قرار سهل أنه يتم اتخاذ مم. وخصوصا أنه ما في يعني دولة سبقتنا فيها إغلاق بإغلاق المساجد المساجد نحن من آه كان فيها يعني آه قلق و هذا مختلف عن إغلاق الحرمين ايه عشان ما حد يفهم الشع إيه الشعيره لا. كانت إيه هي بس اغلاق كل المساجد هذا احنا نعم اللي بديناه نعم فكان يعني قرار صعب علي اكيد أه واتحمل تبعاته كلها أه تبعاته خير ان شاء الله ان شاء الله واذكر اذكر زين ان في هذا اليوم كنت استعد يعني للصلاه وبعدين أه يعني في متابعه مع اخواني في الوزاره وصلتنا يعني بعض المعلومات والنتائج اللي قد تؤدي الى انتشار يعني المرض في المساجد، طبعا عشان نكون واضحين منظمه الصحه العالميه بالعموم توصي بهذا الشيء بالتجمعات الدينيه ما يسمونها التجمعات الدينيه بيعني لأنه بيكون دائما فيها كثافه بشرية. نعم سواء بالضبط ويكون فيها وقت يعني الناس قاعده مع بعض فيكون فيها الانتشار سريع احنا اليوم المسايد تختلف اليوم اللي يعطس متر يسجد على مكان الصلاة وتكون العدوى على الأسطح بشكل مباشر أذكر زينها اليوم ناقشت مع معالي أو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومع أخوي معالي وزير الأوقاف والعدل بمكالمة يعني مشتركة ناقشنا هذا الموضوع بشكل سريع بالطلب لاغلاق المساجد في هذا الوقت كان حده حده يعني ولكن النتائج الاوليه اللي ظهرت لي كانت حتميه ان نقوم يعني تحتم علي بالقوم بعمل هذا القرار وايضا هذا كان راي اخواني في وزاره الصحه القياديين بمتابعتهم بهذه الحالات الجديدة اللي ظهرت في بعض الجنسيات وهي جنسيات مسلمة وتذهب للمساجد وتختلط كثير مع المصلين من المواطنين فتم أخذ هذا القرار يعني بشكل سريع وأكيد أثر فيني يعني يعني اليوم منو منو مر عليه مسايد ما تفتح يعني ما تفتح مسايد وإحنا مقبلين على شهر رمضان يعني الله ان شاء الله يجعل شهر الفرج علينا من هذا الوباء آمين فاكيد قرار صعب مو وان شاء الله نتائجه تكون خير ان شاء الله وسلامه انا شاكر لك جدا هذا الحضور وشاكر لك جدا هذه الاجابات وشاكر لك جدا هذا اللقاء ومبارك عليك الشهر مقدما رمضان على الأبواب وهذه حلقتنا الأخيرة قبل رمضان هنتوقف وهي مسك الختام بالنسبة لي آه مبارك عليك الشهر ومبارك عليكم الشهر ونراكم بعد رمضان إن شاء الله مبارك عليك.